للمزيد عن التطورات في الأسواق العالمية ينضم إلينا من القاهرة رئيس الأبحاث للمنطقة العربية بشركة XS.com أحمد نجم. أستاذ أحمد، أهلا وسهلا بك معنا. واضح هذا التوجه من طرف البنوك المركزية حول العالم لضبط معدلات التضخم، الكل يريد معدلات التضخم عند مستوى 2%، وهذه المستويات ما زالت بعيدة، وبالتالي الكل يذهب للتشديد. الأسواق حاليا هل برأيك ستستوعب هذه اللهجة، لهجة التشديد، أم ربما قد تراهن على بعض البيانات الاقتصادية الإيجابية وبالتالي قد يكون هناك تغير في تحركات البنوك المركزية حول العالم؟ طبعا أنا مرحبا في البداية أستاذ المشاهدين، بشكركم على الاستضافة. فمن الطبيعي أن الأسواق تبدأ تسعير هذه الموجة الجديدة التي يمكن أن نقول عليها بعد أن كانت يعني الأمان قد بدأت أن تتلاشى وبداية تسعير لنهاية هذا الموجة من التجديد، ولكن بأرقام تضخم مرتفعة كان هذا السيناريو غير منطقيا تماما. ولكن الأسواق الآن يعني بالضرورة أن تبدأ بتسعير هذه الموجة. لن نتحدث فقط عن الفدرالية، يمكن نتحدث على بنك الفدرالية، بنك مركزي أوروبي، قبلها كان كندا، لدينا أستراليا. البنوك الكبرى جميعها تبدأ يعني تؤكد مرة أخرى على أنها لن تتخلى عن هذه الدورة التشددية حتى الآن، حتى تصل بالمستويات إلى 2%. كان يعني هنالك حديث على أن ربما سيكون هنالك تغير في هذه السياسة التشددية نتيجة لأن سيكون هنالك عواقب لهذا الأمر على الاقتصاد، وبالتالي كما شاهدنا في تخلي أو تغير النبرة نوعا ما لدى باول عند ظهرت أزمة البنوك نوعا ما، كان التسعير أنها ستتغير مع التأكيد على أن من الطبيعي أن نشهد بعض العقبات على الاقتصاد وعلى أداء الاقتصاد خلال الفترة المقبلة. وبالتالي وبالنتيجة لهذا الأمر أصبحت توقعات الركود أصبحت يعني تسعر أكثر مما كنا نشهده من خلال الأسبوعين الماضيين، أصبحت الآن تأتي إلى السطح مرة أخرى ونشهد ارتفاع في هذه التوقعات من جديد. وفي ظل هذه التوقعات بالتجديد للسياسة النقدية من طرف البنوك المركزية، هل ستتغير التحركات الاستثمارية في الفترة القادمة، أم برأيك سوق الأسهم ستظل جاذبة باعتبار أنها تعطي عوائد أكثر؟ هو سوق الاسهم في حقيقه الامر يعني لديه بعض علامات استفهام، خصوصا يعني ما مشاهدناه بالامس وما شاهدنا ايضا بالارتفاع، يعني نشهد ما زال الارتفاع في قطاع التكنولوجيا مايكروسوفت، امازون 4.25%، شاهدنا ابل ايضا تحلق، تسلا تحلق، فقطاع التكنولوجيا يعني مسيطر بشكل كبير جدا، وايضا تسلا قطاع سيارات، لكن هي تدخل في هذا القطاع تحت منطقه يعني مظله هذا القطاع، وبالتالي هنالك بعض علامات الاستفهام لابد ان نتحدث عنها، هي قطاع التكنولوجيا، لابد ان نعرف ان هذا القطاع هو يقود زخم الآن في الأسواق، ولكن بمجرد أن نشهد التأثير الحقيقي لعمليات الركود على الأسواق بالتأكيد سيكون هذا القطاع هو من يعني سيسحب الأسواق بشكل عنيف جدا للأسفل إذا كان التوقعات للركود قوية في الفترة المقبلة. لكن القطاعات الأخرى تضررت بشكل كبير جدا، شهدنا التراجعات في هذه القطاعات، نجد الآن التوجه مرة أخرى أصبح إلى السندات، هي يعتبر ملاذ آمن في الفترة المقبلة. الذهب أيضا ربما سيستفيد في المستقبل من هذه التراجعات التي شهدناها. لماذا الذهب سيستفيد؟ مؤخرا كان لدينا شراء في الدولار، طلوع من الذهب، في الوقت الحالي لدينا ايضا تجديد السياسه النقديه في الاي سي بي وايضا في بنك انجلترا، معقول الدولار يكون لديه بعض التراجع وبالتالي نشوف عوده ثانيه للذهب؟ يعني لابد ان يعني نفرق بين امرين، الامر الاول هو ان البنوك المركزيه ما زالت ماضيه في عمليه التجديد، ولكن كم هو النطاق المتبقي لهذه العمليه؟ هو اصبح هو ايضا يعني اعترف انه نطاق قليل، واذا كنا نتحدث على انهم مستمرين لفتره اطول من الزمن، اذا لدينا فتره اطول من الزمن ولكن ليس بعمليات رفع اكثر، وسيكون طبعا الاعتماد على ارقام التضخم وعلى يعني مدى التراجع الذي نشهده ونطاقه هو سيكون الحاكم في هذا الامر، ولكن المؤكد ان المدى الارتفاع اصبح اقل بكثير جدا من الماضي، حتى اذا كنا في اسوء الظروف نساعد لدى بنك انجلترا انه يقوم برفع ل 6%، فنحن الان عند مستوى 5%، رفعنا لمستويات 5% ولا تبقى لدينا 1%، وهي اسوء الظروف، اذا الفوارق الان اصبحت بسيطه. ايضا الارتفاعات التي شهدها المعدن الاصفر في الفتره الماضيه كانت مبالغه فيها وسريعه ومبكره جدا نتيجه لتسعيرات الاسواق اصلا بان يكون هنالك يعني نهايه لهذه الدوره التشدديه. الان نحن نشهد يعني تأصل هذا الامر، اعتقد ان احنا ربما سنشهد مزيد من التأصل، اعتقد حتى يعني الشهر المقبل ايضا ربما نتداول تحت مستويات 1900 يعني ب 50 دولار كمان، فبالتالي نعم. هذه المستويات تجذب المستثمرين لتكوين مراكز الشراء. انا اشكر لك كل هذه التوضيحات وتواجدك معنا استاذ احمد نجم رئيس الابحاث للمنطقه العربيه بشركه XS.com، شكرا جزيلا لك.